من صفحات هذا الموقع أرحب بك راجيا من الرب أن يباركك ويعطيك سلام الله الذي يفوق كل عقل. أود أن أشجعك كي تخبر آخرين عن هذا البرنامج وتشجعهم كي يصغوا إليه، والرجاء إن أمكن أن تستخدم التليفون الآن إن وجد لديك، وتخبر أصدقائك لكي يستمعوا إلى هذا البرنامج على أجنحة النسور. وشكرا. في هذا اليوم نأتي إلى دراسة حجة أخرى في هذه السلسلة من دراسة الكتاب المقدس للجواب على سؤال الكثيرين الذين يسألوننا كمسيحيين، لماذا تؤمنون أن المسيح هو الله؟ قلنا في بحثنا: أولا، لأنه الوحيد وبدون استثناء الذي ولد من عذراء. ثانيا، لأنه الفريد بكونه كلمة الله. ثالثا، إنه جزء لا يتجزأ من روح الله. رابعا، إنه العالم بكل شيء. خامسا، لأنه وحده انفرد بمعرفة أسرار الناس وخباياهم. سادسا، لأنه صنع معجزات خارقة لم يصنعها أحد لا قبل ولا بعد. سابعا، لأنه الوحيد الذي استطاع أن يعطي تلاميذه سلطانا ليصنع الخوارق باسمه. ثامنا، لأنه كان فريدا إذ أقام الموتى بكلمة من فمه المبارك. تاسعا، لأنه تميز عن جميع الأنبياء بعصمته وانفراده بالكمال. أما الميزة العاشرة التي اتصف بها الرب يسوع المسيح ولم يتصف بها أي إنسان أو قائد، هي أنه الخالق العظيم الذي صنع الأرض والسماوات وكل ما فيهما. نحن لا نؤمن بالمسيح لأنه إنسان غير عادي أو لأنه بشر ذو قوات فوق الطبيعية، بل لأنه برهن أنه هو الإله الحي الحق القيوم القادر على كل شيء. لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد وصار في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان تمم عمل فداء الإنسان ويسر له خلاصا عظيما مجانا. إذن نحن نؤمن بالرب يسوع المسيح أنه الله، لأن كل ما عمله في هذه الحياة كان برهانا قاطعا لما صرح أنه الآب واحد، أنه الله. ويعرفنا الكتاب المقدس عن هذه الحقيقة الأزلية، قال: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. ويشدد الإنجيل هذه الحقيقة في الرسالة إلى أهل كولوسي قائلا عن الرب يسوع المسيح الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور، فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق، الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل. إذن نحن كمسيحيين لم نؤله إنسانا اسمه يسوع، ولا نعبد شخصا لأنه كان صالحا على هذه الأرض، ولا نسجد أمام إنسان لأنه عاش بالكمال، حاشا بل وألف حاشا. ونحن كمسيحيين نؤمن أنه عندما جاء ملء الزمان وحان وقت تتميم فداء الإنسان وخلاصه، الله ظهر في الجسد وصار في شبه الناس، إذ أصبح في الهيئة كإنسان، لأن خلاص الإنسان لا يمكن أن يثبته إنسان عادي مولود في الخطية مثلي ومثلك. ولا أحد يستطيع أن يعطي الإنسان حياة أبدية والتأكيد المطلوب لنوال الحياة الأبدية والجنة في النعيم إلا الله وحده. ويسوع الله الذي ظهر في الجسد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. أي أن المسيح لم يأتي إلى هذا العالم لكي يؤسس طائفة أو يؤسس ديانة، بل جاء لكي يخلص خطاة مثلي ومثلك. فالعالم ومباهجه وإغراءاته ولعبه السياسية وفلسفاته وفزلكاته تبهر عيون الناس وتعميهم عن رؤية الحق. لذلك يقول بولس الرسول في الإنجيل: ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين،
الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله الذي كان في العالم وكون العالم به ولم يعرف العالم. والسؤال الأهم، هل ستدع إلى هذا الدهر الشيطان أن يعمى عينيك لكي لا ترى إنارة مجد إنجيل المسيح؟ وأنك صممت أن تنغرف مع العالم وفي العالم، لا تنسى بأن نهاية هذا العالم هو الهلاك في نار الجحيم إلى أبد الأبدين. لأجل ذلك أنا أدعوك لكي تترك هذا الجيل المعوج والملتوي وتأتي إلى معرفة الحق في المسيح يسوع، ولا تنسى بأنه الخالق. لذلك سيكون أيضا الديان وستقف أمامه لتعطي حساب في يوم الحشر. لذلك أنا أتيت له تائبا، ويا ليتك تفعل هكذا أنت أيضا لكي تحصل على ما قد حصلت أنا عليه، حياة أبدية وأيضا في هذا العالم سلام الله الذي يفوق كل عقل. والآن كلمة لتأملاتنا. لقد أراد الله أن يعبر لنا عن فكره وعن ذاته وعن شخصه وعن شخصيته بكلام واضح جلي لا يفضي إلى ملابسات وغموض، فكان يسوع المسيح. لم يفهم البشر مقاصد الله إلا عندما وضحها لهم وهو في الهيئة كإنسان. بالنسبة للإنسان، الله إله بعيد جدا، وكأن الله هو الإله الذي خلق كل شيء وهجر خليقته. ولم يفهم البشر مقاصد الله إلا عندما وضحها لهم وهو في الهيئة كإنسان. فيسوع الله الذي ظهر في الجسد هو الذي عمل العالمين، الذي هو بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، إذ أنه بداءة خليقة الله. ولا يعني بذلك أنه كان أول من خلق، حاشا، لأنه ما بداءة النهر إلا النبع، والنبع وعلة وجود النهر ومصدر النهر ومصدر غزارته وسبب وجوده. وهكذا يسوع الذي يدعى المسيح هو بداءة الخليقة، أي علة وجود الخليقة، سببها وسبب مصدرها وواجب وجودها، الذي به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. وفيه يقول الكتاب المقدس، من قدم أسست الأرض والسماوات هي عمل يدي، هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى، كرداء تغيرهن فتتغير، وأنت هو وسنوك لن تنتهي. وقد قال هو عن نفسه، ولا يعلو كلام ذرة من الشك، كما برهن في كل أعماله وآياته العظيمة التي صنعها ليسند كلامه. قال، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا هو الأول والآخر، وأنا هو الحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. لذلك هو يفتح وليس من يغلق، وهو يغلق وليس من يفتح. قد استطاع أن يصرح بهذا لأن مخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل، هذا الذي كان من البدء. ومن كان من البدء إلا الله وحده؟ لقد كان الإله اللامحدود الذي خلق الكائنات وأبدع الوجود، هو الذي كان في البدء قبل الأزمنة الدهرية، وقد نوه بنفسه عن ذلك، وشهادته حق. قال، الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وكينونة يسوع تعني بأنه قد تخطى محدوديات الوقت وفاق على الزمن، إذ أن الزمن نسبي وكينونة يسوع مطلقة، فإن الماضي لا يربط والحاضر لا يحدد والمستقبل لا يسير، فالأزلية والسرمدية والأبدية قدامه ولا يخفى عليه منها شيء. لأجل ذلك هو يستطيع، إن تبت عن خطيتك وآمنت به وقبلته مخلصا شخصيا لحياتك، هو يستطيع أن يعطيك حياة أبدية وسلام الله الذي يفوق كل عقل. كنت تود أن تحصل على نسخة من الإنجيل مجانا أو نسخة من العهد الجديد باللغة الإنجليزية والعربية مجانا، أو تريد أن تبتدئ بدراسة حياة الرب يسوع المسيح بالمراسلة مجانا، أو إن كان عندك سؤال عن أي موضوع في الكتاب المقدس أو تعليق على برنامجنا هذا، أرجو أن تتصل بنا على العنوان المدون على هذه الصفحة، والرب يباركك ويعطيك سلام الله الذي يفوق كل عقل. أرجو أن يكون لك الوقت أيضا اليوم أو غدا أو في هذا الأسبوع
أن تستمع لحلقة أخرى من هذا البرنامج البديع، وأرجو أن تخبر آخرين أيضا لكي يستمعوا إليه ويجدوا بركة من الله لحياتهم. والرب يباركك بركة حتى لا توسع. ولكي تتوصل لسماع إحدى هذه الحلقات من هذا البرنامج، أرجو أن تذهب لليوتيوب وضع اسمي على search line سطر البحث وينستون مزاكس. طبعا هذا سيأخذك إلى صفحتنا وأنت ستنقي الحلقة التي تريد أن تسمعها، وأنا متأكد أنك ستجد بركة بسماع كلمة الرب. الرب يباركك.